16 مقاولة بقلب الجامعة لفتح معبر يعبد الطريق نحو الشغل بالنسبة لأزيد من 120 طالبا مهندسا يتخرجون في السنة، 30% منهم حسب رئيس الجامعة يجدون الشغل في غضون الثلاثة أشهر الأولى بعد التخرج. طبعا عبسمتا كطالبة بشعبة النظم الإلكترونية والاتصالات اللاسلكية بكلية العلوم والتقنيات بفاس، تتوقع أميمة ملائمة تكاونها لسوق الشغل. تكويننا متعدد الاختصاصات، ندرس الاتصالات اللاسلكية والمعلوميات والإلكترونيك استجابة لسوق الشغل الذي يحبذ تعدد الاختصاص. أسسنا فرعنا بالمغرب وبالخصوص فاس، فالجامعة هنا يتخرج منها مهندسون وكذلك لكثرة الموارد بالجهة. اختيارنا أصبح أكثر عقلانية بوجود جامعة فاس. وتروم كذلك الدورة الثالثة لملتقى المقاولات بكلية العلوم والتقنيات التعريف بقدرة الطلبة المهندسين على ترجمة المعارف إلى تطبيقات، تعكس استجابة 120 خريجا في السنة للاندماج المهني. 30% التخرج ديالها في غضون 3 أشهر الأولى، وتقريبا ما ينازع 20% تتلج اسلاك التعليم العالي، والاخرى تجد عمل في غضون سنه او سنه ونصف. ملائمه الكفاءات مع حاجيات الشركات هو ما يجعل المدارس التقنيه في صلب ومحك الاقلاع الصناعي للجهات المرتقبه. والان نفتح